السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير المجالس مجالس يذكر فيها اسم الله كثيرا، مجالس يذكر فيها بكتاب الله عز وجل، ويذكر فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفقه في الدين. كل ذلك نثاب عليه، فالعلم الشرعي وتحصيله فيه أجر وثواب. فكما أننا نثاب إذا تصدقنا، ونثاب إذا صلينا، ونثاب إذا حججنا واعتمرنا، كذلك نثاب إذا تعلمنا. وهذا من فضل الله علينا، نتعلم ديننا وترتفع درجاتنا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أذكر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وغيره، لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون الجواب مبنيا على حال السائل. أحيانا يعني مثلا شخص يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوصني يا رسول الله، فيقول: لا تغضب. آخر: أمسك عليك لسانك. آخر: لا تسأل الناس شيئا. تختلف وصايا الرسول وأجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب أحوال السائلين في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تكون كتقعيد عام. فهذا المعني بأي أخلاق الإسلام أفضل. بعد أن أسلمت يا رسول الله، ما الخصال التي توصيني بها أعملها يا رسول الله؟ وما الخصال التي يوصى بها أهل الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فإطعام الطعام هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإن تهاون به الناس. إن الله قال في كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه، أي ما حبهم له، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. فالطعام يكون حتى تثاب عليه يكون ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فكان من أسباب الوقاية من شر يوم القيامة، من الشر الموجود يوم القيامة، إطعام الطعام. ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بإطعام الطعام في عدة آيات من كتابه الكريم. قال سبحانه أيضا في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني ما عمل أسباب أعمالا تجعله يقتحم العقبة الموجودة يوم القيامة. وما أدراك ما العقبة، أي إن شأنها العظيم. عقبة يراد اجتياحها حتى تصل إلى جنات النعيم بإذن الله. فالأسباب التي تجعلنا نقتحم هذه العقبة: فك رقبة، أي عتق الرقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة. كلما كانت الأوضاع شديدة كان الإطعام أفضل. تطعم من؟ يتيما ذا مقربة، يتيما تربطك به قرابة، أو مسكينا ذا متربة، مسكين لصقت يده بالتراب من شدة الفقر. فكلما كان المطعم أحوج وأقرب إليك
كان الأجر أعظم وأعظم، كان الأجر أعظم وأعظم. فينبغي أن نحرص على هذه الخصلة الطيبة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث غنينا وفقيرنا على الإطعام، حتى الفقير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهى جيرانك. إن عائشة رضي الله عنها جاءتها سائلة معها ابنتان لها، فدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها البيت تبحث عن صدقة، تبحث عن صدقة تعطيها للسائلة، ما وجدت في البيت إلا ثلاث تمرات، ثلاث تمرات، فأعطتها للسائلة. السائلة أعطت هذه البنت تمرة وهذه البنت تمرة، وجاءت هي تأكل التمرة الثالثة، فلما رأت البنتين استطعمتا التمرة فآثرتهما على نفسها، فقسمت التمرة الثالثة بين هذه البنت وبين تلك البنت. فسرت عائشة رضي الله عنها وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان من أمر هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. فإطعام الطعام خصلة كريمة، حتى إطعام البهائم، حتى إطعام الدواب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أي شيء له كبد تطعمه أنت مأجور فيه. وكان ذلك إثر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن امرأة من البغية أو رجل مر على كلب يلهث من العطش، فنزعت المرأة موقها ونزلت ملأت الموق من الماء وسقت الكلب. تخيلوا، هي خرجة عياذا بالله ترتكب المحرم، وسقت كلبا فغفر الله لها، ونحوه سلوك رجل مثل هذا السبيل. فالصحابي يسأل رسول الله: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله؟ قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أي شيء تطعمه لك فيه أجر. إذا كنت أنت تأكل مثلا سمكا وبجوارك قطة جائعة هزيلة، يعني يبس جلدها من وضعفت ورق عظمها من الجوع، القطة حين تخطف سمكة وتجري، فترى بعض الأشخاص يطاردها، الرجل يطارد ابعد القطة، لكن يعني اعلم أن فيها أجر. أنت إذا ألقيت لها السمكة علمت أن هذا طعم حلال أكلتها بجوارك، لكن إذا سرقت سمكة منك تأخذها وتجري، فبدل ما يعني تجعلها تسرق منك سمك أطعمها لقمة وأنت مأجور. أيها الإخوة، إن إطعام الطعام له منزلة عظيمة في ديننا. ولا أخفى عليكم ثناء الناس على بعض بني هاشم، أو على بني هاشم يقول: المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرداف، يعني تغيب الشمس في البحر. فإطعام الطعام هذا منقبة عظيمة، منقبة عظيمة لأهله، للفاعلين مثل هذا الفعل بالمتيسر، بالمتيسر، والإهداء للجار والجارة. قال الرسول عليه السلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، ولو تهدي لها فرس شاه. قيل الفرس ما بين الحافر إلى الركبة، عبد الله الرفيع هذا، لا تحقرن. وقال النبي عليه السلام: لو دعيت إلى كراع لقبلت، ولو أهدي إلي، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي زراع لقبلت. فإطعام الطعام شأنه عظيم، وليس في الضراء فقط، ليس في المجاعات فقط، إنما أيضا إذا كان عندك مناسبة وعندك عرس وعندك أضياف وأكرمت هؤلاء دخلت في الباب. لأن الله لما ذكر
صفات المتقين، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال في شأنهم: الذين ينفقون في السراء والضراء. فلماذا قدمت السراء على الضراء مع أن الإنفاق في الضراء أثر وأبلغ؟ لدفع توهم قد يتوهمه شخص. فقد يتوهم شخص أن الإنفاق المساب عليه الشخص في الضراء فقط، فلدفع هذا الظن بين أن ولائم الأفراح مثلا بلا تبذير فيها أجر، العقائق فيها أجر، الأضاحي فيها أجر، دماء الحج التي تراق فيها أجر، إلى غير ذلك. أيها الإخوة، إطعام الطعام شأنه عظيم، ولذلك فإن الله قال في الهدايا الخاصة بالحج أيضا لما قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله. ما شعائر الله؟ شعائر الله أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، صلاة من شعائر الله، لكن هنا بالذات شعائر الله البدن المهداة إلى البيت الحرام والأضاحي. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع تركبوها وتحلبوها إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. وكذلك عندنا في نفس آيات سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهي المهداة للبيت، تذبح في البيت، لكم فيها خير، لكم فيها خير. خير لماذا البدن فيها خير؟ فيها إطعام طعام وإكرام أيتام. فلنحرص على مثل هذا الباب. قد يظن الشخص أن أجر عظيم، كلا، بل لك في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يقل: إنك لن تنفق نفقة، قال لسعد بن أبي وقاص، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعه إلى في امرأتك. لقد رأينا بعض الصالحين، يذهب إلى مكان يضع فيه حبوب. لماذا تضع الحبوب؟ قلنا: الطيور التي تأتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فهذا باب طيب أيها الإخوة، من كان موسرا فليبذل فيه من المال ما يبذل، واختار الأيدي التي تتناول الطعام أيضا. وإذا كنت تصنع ولائم عرس ونحو ذلك، فاذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعمل وليمة عرس مثل، لا تنسى الفقراء، لا تحرص على الرؤوس الكبيرة أصحاب الوجهات وتهمل الضعفاء. الضعفاء هذا هؤلاء ترزق بسببهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، أن سعد كان موسر يعطي الأقارب يعطي هذا وذاك، فشعر بنشوة انتشى لكونه ويده العليا ويعطي هذا ويعطي ذاك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رزق الضعيف هذا قد يساق على يديك لهم، إن أنت بخلت حول إلى شخص آخر، بل قد يرزق الله الفقير هو الذي يعطيك. فيا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولذلك كان النبي أيضا يقول: أبغوني ضعفائكم، يأتوني بالضعفاء. لماذا يأتون بالضعفاء؟ يقول بعض العلماء: لكي يدعون دعوة، لكي يدعون دعوة تستجاب لهم. فإخوان، لا تنسوا هذا الباب، باب عظيم. ما يذكر عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، ومن الأئمة، من أئمة آل البيت الذين اجتمعت الفرق على إمامتهم وجلالتهم، كل فرق اجتمعت على إمامته وجلالته، وكان محبوبا
صاحب قصيدة على ما يقولون ليس الغريب غريب الشام واليمني، هذا الرجل كان راكبا على فرس فمر على فقراء مساكين فسلم عليهم، قالوا انزل يا إمام كل معنا. فنزل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن آل بيته، نزل أسكن معهم، معهم كسر خبز يابسة مع بعض التمر اليابس حفش التمور الرديء، فأكل معهم وأظهر سروره بطعامهم وهو إمام جليل رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من الأكل قال إخوتي، دعا لهم بكل خير وقال أنتم دعوتموني وأنا أجبتكم فأنا أدعوكم تجيبوني، وجهز لهم طيب الطعام وطيب الشراب وطيب الإداء حتى يكرم هؤلاء الإداء في صورة رد المعروف ورد الجميل. هذه خصال طيبة. أما الخصلة الثانية وهي إفشاء السلام فلها وقت آخر إن شاء الله نأتي عليها في وقت آخر حتى تأخذ شيئا من حقها هذا. وأسأل الله أن يبارك لإخواني أصحاب هذا البيت ويبارك فيهم وفي ذريتهم وفي عموم ما رزقهم، جمعنا الله وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.